عشاق ومتابعي شاشة اون تايم سبورتس في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تحياتي محمد عفيفي، استاد السلام اللي بيستضيف صدام قوي في ختام الاسبوع رقم واحد من دوري نايل 2024-2025. النادي الاهلي المنتشي بفوز كبير وعريض على بطل اسيا نادي العين الاماراتي بثلاثية ووصوله للدور قبل النهائي من بطولة الانتر كونتيننتال، وايضا لقب بطل الثلاث قارات، وايضا فوزه على غريمه التقليدي نادي الزمالك وحصوله على السوبر المحلي في صدام قوي يبدا رحله الدفاع عن لقب بطوله الدوري امام منافس قوي وشرس، واحد من القوى القرويه الجديده في الكره المصريه، فريق سيراميكا كليوباترا صاحب لقب كاس رابطه الانديه المحترفه الموسم الماضي، مع طاقم التحكيم اللي قدامنا محمود بسيوني وسمير جمال وخالد السيد، ومعاهم الحكم الرابع السيد منير، وغرفة الفار اللي كانت قدامنا فيها خالد جمال الغندور واحمد حسام طه. 90 دقيقة ينتظرها جماهير الكورة على مختلف انتماءاتها والوانها في حضور جماهيري لواحد من اصحاب الانتصار الاخير والسند الحقيقي للنادي الاهلي هو جماهيره اللي موجودة النهاردة. نبدأ بتشكيلة كولر اللي قدامنا على الشاشة، محمد الشناوي في حراسة المرمى وهيلعب قدامه اربعة مناطق دفاعية، الدولي المغربي يحيى عطية الله في الجبهة الشمال، رامي ربيعة ودخل النهاردة يوسف أيمن مكان ياسر إبراهيم المصاب، أكرم توفيق في الجبهة اليمين، قدامهم اثنين ارتكاز أحمد نبيل كوكا ومروان عطية، حسين الشحات إمام عاشور وطاهر محمد طاهر في مناطق صناعة الهجمات في الخط الأمامي، ومن قدامهم المهاجم الصريح وسام أبو علي كبير الهدافين للأهلوية. الناحية الثانية أيمن الرمادي المدير الفني اللي كان قدامنا على الكادر التشكيلة اللي هيبدأ بيها، محمد بسام في حراسة المرمى، رجب نبيل، أحمد رمضان، بيكهام، أحمد هاني، عبد الرحمن بودي، أربعة في الخط الخلفي، قدامهم محمد عادل ومحمد صادق، ثلاثة في مناطق صناعة الهجمات زلاكة وأحمد كندوسي وأحمد بالحاج، وقدامهم الجنوب أفريقي فخري لقاي نادي الأهلي أمام نادي سيراميكا كليوباترا اللي بيظهر للمرة الخامسة في تاريخه على خريطة الدوري الممتاز. تمريرة أمامية إنما ياخدها أكرم توفيق بالزي التقليدي والشهير الأهلي باللون الأحمر على شمال الشاشة، وعلى يمنا بالقميص الأزرق فريق سيراميكا، حسين الشحات قدام 18 بينية إنما تروح لمحمد بسام، بداية سريعة نادي الأهلي راح أوط على منطقة جزاء محمد بسام، طاهر محمد طاهر اللي سجل لقاءين هدفين في لقاء السوبر، لقاء 2-1 أمام سيراميكا، سيراميكا خد المركز الرابع قدام المنطقة، حسين الشحات ممكن تسديدة، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، حط واحدة إيه مدفع شمعها حسين الشحات، جون جميل جميل منتهى الجمال والروعة، جول جول جول. الأهلاوية في أول 3-4 دقايق ما بيرحموش ما بيرحموش، هدف لحسين الشحات حط واحدة في مقتل محمد بسام، لو قعد 3-4 أيام ما يقدرش يعمل لها حاجة. هدف التقدم للنادي الأهلي وأول أهداف موسم 2023. آدي التمريرة الخطأ اللي استغلها كويس أو الشحات، هيسأل بشكل كبير أحمد رمضان بيكهام بعد التمريرة اللي عملها وخدها حسين الشحات، وقرار بالتسديد من خارج المنطقة في المقص الشمال لمرمى محمد بسام. 1-0 الشحات يفتتح التسجيل، يا دوبك كده خبطت وخدت ايد محمد بسام، عمل عليها مجهود طيب، انما الكره جامده جامده والراجل واخد الخطوات تمام التمام، مفيش اي مشكله، ولكن كفاءه حسين الشحات في التسديد والقرار، عارف اول ما الكره جات له هيعمل ويتصرف فيها ازاي. يبقى 1-0 للنادي الاهلي، ترقيصه والتانيه حلوه يا ولد يا لعيب، يمشي بيها سلم واستلم تاني على حدود المنطقة، زلاكة خطير خطير، تسديدة عمل عليها مجهود فردي، بينادي عليه محمد صادق الناحية التانية وبيعتذر له زلاكة، استخبي أو ما بانش أحمد كندوسي، تمريرة للأمام فخر لقاي، خطير خطير، تمريرة زلاكة زلاكة، إنما الشناوي الشناوي الوحش مش ممكن، زلاكة يضيع أول هجمة وفرصة محققة لفرقته، إنما فخر لقاي عمل تمريرة إيه؟ عمل له واحدة بلسم وهايل هايل الشناوي، عدى وفات زلاكة خطير جوه المنطقة، يقع على الأرض إنما يقول كمل العب محمود بسيوني، أحمد رمضان بيكهام يظبطها تاني، قام زلاكة هنشوف بعد ما كان بيقتحم، إنما لسه موجود أهو داخل منطقة الجزاء محمود زلاكة، هو اللي بيعمل الخطورة
خلال الاوقات اللي فاتت، جابها الشمال الاكتر تاثير لغايه دلوقتي. ادي اللعبه والتدخل بتاع اكرم توفيق، هنشوف كده هل اكرم خد رجل زلاكة. كل ده مش باينه برضه، لا فين القرار، رغم ان عادي جدا لو كره باينه وواضحه نقدر نتكلم، انما سيب القرارات والتحليل التحكيمي لحكامنا الكبار. هيدي ايه؟ ادى ركله جزاء، ركله جزاء لسيراميكا كليوباترا في الدقيقه 22. زلاكة النشيط هجوميا يقدر ياخد ركله جزاء. وبالحاج لاعب المغربي الكبير، ادي بالحاج يحطها، يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب، يا بالحاج، جول جول جول، حطها حلوه قوي في شباك النادي الاهلي، وراح الشناوي الناحيه الثانيه وحطها له على يمينه، منتهى الجمال والروعه لسيراميكا كليوباترا. التعادل 1-1. قلت لحضراتكم صدام قوي وشرس بين النادي الاهلي اللي بدا رحله الدفاع عن اللقب مع انطلاق المسابقه، اتقدم في الدقيقه الثالثه حسين الشحات، وزلاكة ياخد ركله جزاء يسجل منها احمد بالحاج، حطها حلو قوي الولد احمد بالحاج عشان يتعدل لفرقته. قلت واحد من القوى الكرويه الكبيره فريق سيراميكا بعد ظهوره في الدوري 4 مواسم، وياخد بطولتين كاس رابطه الانديه المحترفه مع مدربه ايمن الرمادي اللي موجود النهارده. وادي التعادل، طيب ياخدها زلاكة في منتهى الخطوره، زلاكة خطير يلعب بوش رجله، عاوز يطلع هناك كندوسي تسديده جامده، انما الشناوي خطيره خطيره اللي فاتت دي، انما الشناوي من فخر لقاي اللي خد قرار بالتسديد ويتالق الشناوي للمره الثانيه. لا سيراميكا كليوباترا هجماته تخض، هجماته في منتهى التاثير على مرمى الشناوي. ادي التسديده وشالها الشناوي، الراجل شالها كده ببطن ايده، انما طلع الكوره لان قريب قوي فخر لقاي وسدد، ورد فعل الشناوي كان بالشكل اللي احنا شفناه، وضربه ركنيه في النهايه تتلعب جامده بالبوكس، يا دوبك يلمسها الشناوي، عاوز يردها تاني بالحاج، انما تخبط في طاهر محمد طاهر، تسديده جامده بره الملعب من احمد رمضان بيكهام اللي ما يفقدوا الكوره، 9 لعيبه بيبقوا في وسط ملعبهم، ويا دوبك لقاي متقدم شويه، زلاكة فارق السرعه، زلاكة زلاكة خطير يلعب زلاكة، تسديده جامده، انما بقول زلاكة عامل مشاكل كبيره وازمات لدفاع النادي الاهلي، وعملها القندوسي اللي سجل مرتين قبل كده في فرقته القديمه. ادي زلاكة وفارق السرعه مع يوسف ايمن، والتسديده اللي عملها قندوسي ولكن تمر الى خارج الملعب بعد ما خبطت في ربيعه، كانت رايحه في حته صعبه جدا، او الانفراد بتاع زلاكة. تمريره بينيه تاني، خروج من الشناوي، يا ولد يا شناوي، يا ولد يا شناوي، قبل لقاي نجم النادي الاهلي في 34 دقيقه. العنوان ده يديك ترجمه للحاله الهجوميه للاعيبه سيراميكا. تروح لاسامه ابو علي، لمروان تاني على الارض، يحركها عند اكرم توفيق، اكرم يغير اتجاه اللعب، يا ولد يا لعيب، بمعلمه من اقصى الجبهه اليمين للطرف الشمال، حسين يحطها، يا ولد فوقتنا دي يا حسين، حلوه يا ولد يا لعيب، برافو يا بسام. حسين الشحات النهارده مرتين بيسدد، مره يسجل ومره يحطها، منتهى الجمال والروعه كده بعد ما اتاكد خلاص ان هو وصل للكوره في الحته اللي موجوده، انما طلعها كويس قوي محمد بسام. جابها حسين الشحات تاني، حسين وسط التكتل البشري قدام منطقه جزاء احمد رمضان بيكهام، ورجب نبيل يطلع الدفاع مره تانيه، المرتده السريعه في منتهى الخطوره، قندوسي قندوسي، انما الشناوي مش ممكن، الشناوي يا ولد يا ولد يا شناوي، خبطت وراحت له. ادي امام يلعب عرضيه عاليه عند وسام ابو علي، انما في ايد محمد بسام، انما عمل جماعي هجومي ما شفناهوش كتير في الجبهه اليسرى. امام عاشور تسديده، انما بسام المتابعه حسين الشحات، خطيره من امام عاشور ويطلعها بسام، والمتابعه والفولو من حسين الشحات، بدا يفوق الهجوم الاهلاوي. ادي اللعبه وادي امام عاشور اللي بيسدد، والكره رايحه لفه كده تحس انها معقربه، عشان كده ما يقدرش يمسكها محمد بسام، كان لازم يحطها على جنب، يلعبها يحيى ويعلقها لقدام عند طاهر، استلم حلو قوي، طاهر عايز يظبط عشان يسدد، انما خد وقت كبير قوي طاهر بعد الضغط اللي عمله، الراجل فكر مرتين هل هيزق ويكمل ولا يستنى حد يبدا يسند عليه، ولكن في النهايه فاول من مكان حلو ومكان مؤثر قدام 18 محمد بسام. مع الدقيقه الثانيه من الوقت المحتسب بدل الضائع اللي اداه بسيوني 5 دقائق، في محاولات اخيره للنادي الاهلي قبل نهايه ال 45 دقيقه الاولى الشوط الاول من احداث اللقاء النهارده، اللي قلنا في المقدمه لقاء صعب بين النادي الاهلي
وفريق يحمل بطولتين على المستوى المحلي. دقيقة 48 وضربة حرة للنادي الأهلي، وسام يلعبها يا ولد يا ولد يا لعيب بالتخصص، وسام أبو علي برجله يسجل، بدماغه يسجل، بأي حتة يسجل، هدف تاني للنادي الأهلي رغم إن النادي الأهلي مش في أفضل حالاته، ولكن وسام أبو علي بالتخصص يسجل قدام سيراميكا كليوباترا. لسه بقول والفاول بيتلعب، سجل الموسم اللي فات ضربة حرة من هدفين سجلهم، والنهاردة بيحضر بتالت أهدافه عشان يتساوى مع محمد مجدي قفشة كهدافين للقاءات ومواجهات الفريقين. غيرت اتجاهها الكرة وراح بسام، ادي الحائط البشري اللي عمله بسام، ولكن خبطت كده في ظهر زلاكة، هنشوفها تاني. ادي اللعبة بتاعت وسام، وفعلا زلاكة غيرت الكرة اتجاهها ولمست ايد بسام، ويبقى التقدم اهلاوي عن طريق وسام ابو علي. ادي اللعبة، وادي ظهر زلاكة، وادي ايد بسام، وادي الهدف التاني للاهلاوية في مواجهة اليوم وفرحة دكة البدلاء. الدقيقة 48 تشهد ثالث أهداف اللقاء، هدفين للنادي الأهلي وهدف ليه سيراميكا من ركلة الجزاء، عمل عليها مجهود كبير، ومعاه صفارة محمود بسوني. تقدم للنادي الأهلي على سيراميكا في ختام الأسبوع الأول، 2-1 للنادي الأهلي، ولكن استراحة نروح فيها الرؤية فنية للإعلام الكبير الكابتن سيف زاهر ونجوم التحليل الكبار الصقر الكابتن أحمد حسن وكبير الهدافين كابتن عماد متعب. تحياتي محمد عفيفي. ادي محمود بسوني اللي بيقود المباراه النهارده، والناحيه الثانيه سيراميكا بدا ببسام، رجب نبيل، احمد رمضان، بيكهام. نشوف بدايه الشوط وبعدين نكمل التشكيله. تمريره للامام عند طاهر، لما حلوه قوي طاهر محمد، طاهر عرضيه خطيره، جول جول جول، طاهر محمد طاهر ووسام ابو علي، مش ممكن، وسام ده خطير شرير في ال 18، عرضيه ايه وحلاوه ايه وراسيه وسام ابو علي، مش ممكن. الاهلي بأقل قدرات النهارده النادي الاهلي بيتقدم 3-1 امام نادي سيراميكا كليوباترا اللي فاجئنا بعرض كبير قوي، ولكن التقدم من نصيب النادي الاهلي. اول ايه؟ اول دقيقه من بدايه الشوط الثاني هيبقى اسرع او واحد من اسرع الاهداف مع بدايه بقى ال 45 دقيقه الثانيه. ادي البدايه اهو بثلاث تمريرات يحركوها عند طاهر محمد طاهر، وترقيص الراجل لم حلو قوي، وعرضيه بلسم بلسم عند وسام ابو علي على طول يسجل منها الهدف الثالث، يبقى جونين لوسام ابو علي. بدايه الدقيقه 46 وهدف مع الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الاول. كان وسام ابو علي الراجل ايه سجل وهو خارج من الملعب بين الشوطين، وجي من غرف الملابس بيجيب الجون الثاني. مشكله كبيره وسام لسيراميكا. دي يحيى عطيه الله بعرض الملعب، يحيى لما طاهر عامل مجهود كبير قوي يا ولد، خطير خطير امام، خطير امام، مش ممكن بقى، ده اسمه كلام، مش عايز اقول القوه دي، مش عايز اقول القوه دي، امام اللي بيجيب الصعب كله، حتى كولر اهو مستغرب، مش ممكن اللي فاتت. امام عاشور اتعملت له واحده لو اتعامل معاها. ادي اللعبه بتاع طاهر اللي جاب لك كره ايه وسط غابه من سقان اللعيبه ويحطها رجه العارضه، هو عايز يامنها كده امام، اهي في العارضه، الجون اتهز بالشبكه بالاعلانات اللي ورا كمان. قفشه نقل نفسه كويس، قفشه وراح في المكان الفاضي، امام ينادي على وسام يسيبها له، حسين 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 حسين، ايه يا ابن الجمال ده، حسين الشحات 2 ووسام 2 والاهلي قلت شوط تاني غير غير غير. ادي كولر وفرحه الاجوان، الدقيقه 60 والاهلي في اقل من 15 دقيقه يرفع النتيجه بالجنين اللي جابهم وسام ابو علي وحسين الشحات ليه رباعيه. 4-1 في مباراه للنادي الاهلي 15 دقيقه هم الافضل ليه، وترجمهم بجنين، وقلنا وهو في اقل حالاته الفنيه اتقدم الشوط الاول 2-1، وعلى طول ادي امام عاشور تمريره حلوه، تمريره ايه حته بسبوسه، عوض امام كده اللعبه اللي جت في العارضه وحطها لحسين، قال له روح سجل يا حسين، والراجل ما كدبش خبر. حسين الشحات لما بيكون 80% من حالته الفنيه يخض لك ويرعب اي دفاع. 4-1 للنادي الاهلي اللي في اعتقادي ان الاداء ده هو اللي يرضي جماهيره. ادي الجون
وادي التمريره، وادي حسين الشحات، اربعه للنادي الاهلي. ادي كولر الراجل زي ما يكون بيقول لهم شفتوا الكلام اللي انا قلته بين الشوطين، والفرحه باينه على الجهاز الفني في لقاء صعب، لقاء صعب النهارده من حسين لقفشه، هيظبط قفشه انما يمررها هناك عند طاهر محمد. طاهر، طاهر يطمع يسدد انما تمر من قدام الشحات اللي كان ممكن يبقى هاتريك في لقاء النهارده. مسدد على فكره طاهر ورايح الشحات عامل عليها مجهود كبير قوي في هجمه من الهجمات العنيفه للنادي الاهلي على دفاعات ومرمى بسام. ادي الكره يا دوبك يا دوبك من تحت كده الستارز بتاع الشحات، ادي الكره مش ممكن مش ممكن، والراجل كمان كمل في القايم انما ان شاء الله سليم. يلمسها امام بدماغه لطاهر محمد، طاهر اللي جه في العمق دلوقتي، رجب نبيل عامل التغطيه الدفاعيه انما طاهر 3 على 2 3 على 2. طاهر يلعب لوسام، بيبص وسام الناحيه الثانيه انما رجعوا عدلوا باربع لعيبه. يا سلام يا وسام، مش ممكن، هنشوف طاهر 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 الجون الخامس للنادي الاهلي، النتيجه الاكبر في تاريخ المواجهات، طاهر محمد طاهر انما تمريره وسام. الاهلي الشوط الثاني بقول لحضراتكم ماتش تاني وشكل تاني، عدنا الكلمه كتير لان اللي كان بيتابع من الاول قلت التعليمات الجديده بين الشوطين، هنشوف كولر اللي تفوق خلال الوقت اللي احنا لعبناه تقريبا 25 دقيقه من الشوط الثاني. ادي اللعبه بدايتها والتمريره لوسام اللي تقل واستنى على الكوره، بص وصحح وضعيته طاهر محمد طاهر عشان التسلل، انما هنشوف كده بسيوني. ادي اللعبه بتتعاد، امام عاشور الاول هو اللي بدا القرار الهجومي، رجب نبيل ردها بشكل سيء، جابها طاهر محمد طاهر وهو اللي ابتدى مع اسامه ابو علي. ادي اللعبه من جديد، انما لسه كل ده سعد سمير بيشاور ان طاهر متسلل انما حطها وغمزها طاهر محمد طاهر عشان يشارك في الخماسيه النهارده اللي سجل منها وسام جونين وحسين الشحات هدفين. ادي اللعبه تاني بتاعت وسام ابو علي، ولغايه دلوقتي بسيوني كل دقيقه عدل الجون، هل بيرجع بسيوني انما خلاص خد قراره وهدف سليم 100% ولا لسه بيراجع مع خالد جمال الغندور؟ بيراجع اهوت مع خالد جمال الغندور عشان التاكد الكامل، لان جون يفرق يفرق مع اي فرقه، يعني احنا بنقول كده واحنا قاعدين في التكييف انما الحكم حكام الفار كله عايز ياخد قرار سليم بنسبه 100%. هنشوف كده هل هو بيشتغل على اللعبه دي من الاول بتاعت وسام ورجب نبيل قبل طاهر محمد طاهر، هنشوف هيدي ادى جون الراجل ادى جون. يبقى 5 للنادي الاهلي، الدقيقه 70 من القلب محمد عادل يحرك الكره هناك لاسلام، اسلام عاوز يعمل عرضيه خطيره الجون الثاني عن طريق كندوسي انما في رايه في رايه، هنشوف في تسلل لسه هنقول جون للكندوسي انما رايه وتسلل. ادي احمد كندوسي قدامنا، اربع تجوان سجلوهم سيراميكا خلال مواجهاتهم امام النادي الاهلي في الدوري منهم جونين لاحمد كندوسي. هل بيراجع اللعبه حسبها جون؟ حسب الكره بتاعت كندوسي جون، حسبها جون، سبع تجوان في لقاء النهارده. ادي احمد كندوسي قدامنا والعرضيه اللي اتعملت هنشوفها بقى تاني، هل احتسب كده الهدف الثاني؟ 5-2، سبع تجوان في لقاء النهارده. بودي اراها قبل رضا سليم، محمد بسام يطلع قبل ما يوصل للكره وسام ابو علي، هجمه مرتده هجمه مرتده من عند اسلام عيسى، اسلام ضغط هجومي، ادي اسلام عدى كويس او تسديده جامده انما يا ولد يا شناوي يا ولد يا شناوي واحد من نجوم المباراه. انا قلت الكلام ده قبل ما اقول الاسماء سواء بقى حسين الشحات او اسامه ابو علي، واحد من اسباب النتيجه محمد الشناوي والنجم عماد متعب، خطيره خطيره باداء اسمه كلام باداء اسمه كلام يا قفشه، ده انت عملت الحلو كله من بعد ما نزلت انما بيرسي تاو يديله واحده ايه منتهى الجمال والروعه منتهى الجمال والروعه، هدف محقق ضايع من النادي الاهلي. ادي اكرم توفيق اللي مشي وبدا الهجمه وراحت الكره لبيرسي تاو وعدى من ارسر ولعب عرضيه خلصانه خلصانه بشياكه يا قفشه انما قفشه يحطها فوق العرضه، ومعاها صفاره محمود بسيوني بسبع تجوان شفناهم النهارده، انتصار اهلاوي كبير على نادي سيراميكا بخماسيه
وسام ابو علي جونين، وحسين الشحات جون، وطاهر محمد طاهر هدف، قندوسي وبالحاج ليه سيراميكا كليوباترا. عشاء ومتابعي شاشه اون تايم سبورتس في كل مكان، سعدنا بكم مع احداث لقاء النهارده. الى اللقاء في مباراه قادمه، تحياتي محمد عفيفي